هو بيقول لنا روحوا عشان تستعدوا للعشاء مع الامير بالليل. ايه لكن يلا بس حوش لي حبايه والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نرحب اليوم بانضمام اخوه جدد الى ولايتنا المباركه بور عماد. هو بيسجل مسلسل اذاعي ولا ايه؟ قدرات خارقه. اعانهم الله ووفقهم للشهاده والجنه. يلا بسم الله سموا واعزموا على اخواتكم. السلام اتفضل. عليكم. السلام عليكم. هو انا اللي مسطول ولا ده اي كلام فاضي معقول؟ الامير بيشوف ناس احنا ما نقدرش نشوفهم عشان هو اعلى مننا في المرتبه. طب ما نعلي احنا المرتبه. هو بيشتغل دجال ولا مشعوذ؟ يا ابني اسكت. اميرنا حبوب بارك الله فيك يا امير. يا اميرنا وجعلك ذخرا للامه يا علم الامه. انتوا عارفين ان انتوا من دخلتكم عليا قلت العيال دول مصريين جدعان قوي، وانت بالذات اسامير. ايوه يا برنس اسامير. ايوه يا برنس اسامير. هو انا رديت عليه ولا لسه؟ رديت ما ترد تاني يا اخي. ايوه يا برنس. انت بتفكرني بنفسي اول ما جيت. كنت عامل دماغ زي كده يا برنس اول ما دخلت الاماره. هاني ايوه فين دقنك؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ انا قلت اسبق انا يعني يهدي ده والمسيح الحي ده. ليله اقل بهاء من هذه الليله. انت تعمل ايه؟ بلغوش. معذره يا مولاي انها لا تطلع. والله انا كان نفسي دقني تبقى طويله واخفف الجناب واعمل ستايل كده، بس انت عارف ربنا ما بيديش كل حاجه. كان قلبي حاسس يعني قرب اقرب. احط إيه؟ ايدي. كان قلبي حاسس. اميرنا استاذنك في سؤال. لقد قزنت لك. لا 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 كده كتير. ايه قزنت؟ مفيش حاجه اسمها قزنت ده، ولا في تركيا ولا في ايران بيقولوا كده. تداعي لغوي مولانا. هل يا ترى انت كنت في بدايه طريقك جندي زينا كده؟ لا جندي زيكم ايه؟ انتوا جات لكم على الطبطاب. انما انا ايه؟ انا كافحت واديتها لحد ما وصلت لفوق لفوق. وطبعا اهاني هتسالني انا وصلت لفوق ازاي؟ أنا كان عندي بيزنس كبير قوي. يلا يلا أهو الربع عروسة الربع حجة اتنين ونص بنخسر. على عيني ما بنخسر. كل ما البيزنس بتاع ما كان بيكبر كل ما كانت الحكومة تحط عليا، وخصوصا واحد ابن حرام اسمه الأمين سيد. فضلوا يحاربوني وانا احاربهم، هم يحاربوني وانا احاربهم، هم يحاربوني وانا احاربهم، لحد ما قررت اهج واسيب المنطقة. وخدت عهد على نفسي ما ارجعش البلد دي غير وانا حوت كبير. محدش قادر عليا، لا وزير ولا رئيس ولا حتى الامين سيد. يا جماعة اراضي تشني وأرادت تجيبني، لقيت نفسي في الإمارة وبقيت جندي في سبيل الله. عايز إيه؟ اللي لقيت وبقيت؟ الراجل ده تونسي ولا مصري؟ هو مصري بس بيعط شقاف. معذرة يا مولانا، بس برضو حضرتك ما قلت ليش أنت بدأت حياتك كجندي وكيف وصلت إلى قمة الإمارة؟ كويس إنك سألتني يا أهاني. أنا ما سألتش يا جدع. صمتك سؤال جوايا. دي كانت رحلة عنيفة ومعركة جديدة قوي. أنا كنت قاعد في السوق بطمن على تجارتي اللي كبرت بفضل الله لخط من قدامي. مين يا أميرنا؟ جنرال أمريكاني. بنخسر جنرال. جنرال بنحبك بنحبك كجنرال. قرب هنا العب وعيش باتنين ونص ألوانك يا جنرال. العب يا جدعان اسعاف يا جدعان. يا خلي حد يجيب لنا اسعاف. اسعاف يا جدعان. الجنرال بيموت. الجنرال مات. الدم ضرب في دماغي شبيه المدفع. رحت مخلص عليه. ومش بس هو، قتلته هو ورجالته واحد ورا التاني، وقدمت راسه بعد ما ذبحتها هدية للخليفة. وادي حكايتي مع الولاية. الله، حكاية جميلة جدا يا مولاي. يعني نقدر كده نعملها والعياذ بالله فيلم. سؤال أخير يا مولانا،
لماذا سميت بور عماد ببور عماد؟ كويس انك سألتني يا هاني. ايوه انا اللي سألت. مش في بور توفيق وفي بور فقد وفي بور سخنة؟ انت بتقطعني كتير يا سمير. لا اقصد سمو الامير، لا اقصد. انت عارف انا سميتها ليه بور عماد؟ على اسم الحبوب عماد ابن ام سيد. بقول لكم ايه، مبروك عليكم. على ايه يا امير؟ احنا عندنا هنا في الولايه ما فيش حد بيقعد فيها من غير جواز، لازم تديها على طول، وكل واحد فيكو ليه اربع زوجات. الله اكبر ولله الحمد. ومش بس كده، انا منقهولكم على ذوقي تفصيل يعني. معلش يا مولانا، هو انت بتتكلم جد ولا ده اختبار قوه التحمل؟ انت ليه بتاكد الشكوك اللي جوايا؟ مش عايز تتجوز ولا ايه؟ لا لا لا، ما تشكش ما تشكش، انا بس قصدي يعني انا عن نفسي محتاج سنتين ثلاثه اكون نفسي. يا جدع تكون نفسك ايه؟ انت ما قريتش شعارنا في الولايه؟ شعارنا في الولايه بيقول دبل في المنابل وقلب المحابل. ايه ده، العروسه حامل؟ عروسه حامل ايه بس؟ ده قصدي يقول لك يعني العكس في التاكس والمرتى في قعر الحلقه. يا سيدي انا بكلم نفسي، انت بترد ليه؟ انا افتكرتك بتكلمني. لا بكلم نفسي. ابو البراء احضر العرانيس. عرانيس؟ ده هجيب بانجو كمان. اهاني. ايوه. دبل في المنابل وقلب المحابل. حط التوابل. حاضر. الله، الثلاثه اجمل من بعض. من بعض ايه؟ انت شايف حاجه؟ انا هاخد اللي على اليمين بمشيئه الله. يا ابن الابلسه، ده انا كنت حاطط عيني عليها، بس مش مهم، حلال عليك. لا حلال عليك. لا 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 حلال عليك. انا هاخد اللي في الشمال، اصل انا بحب الشمال قوي. اتفضل انت، انا هقعد بس اقرا شويه وبعدين اجي انام. اوعى تضعف، اوعى تضعف، ما تغلطش. بقول لك ايه صحيح يا مدام هاني؟ مدام هاني؟ أرض أسود، إيه القمر ده؟ هو أنت اسمك إيه؟ محسوبتك سالي. محسوبتك؟ واضح من الشبحانة اللي في كلامك كده إنك مصرية. آه يا أخويا مصرية. بص حضرتك، يعني أنا عايز أفهمك إن أنت مش مغصوبة على أي حاجة. يعني انت مش عاوز؟ لا ده انا هموت، هو انا جرافيكس بس يعني زي ما تقولي كده، الجواز اللي حصل ما بيننا ده يعتبر باطل. يعني انت ستيل سنجل وانا ستيل سنجل، تقدري تكتبي كده على الاكونت بتاعك، مش هزعل طبعا. ليه يا اخويا، هو انا مش عاجباك ولا ايه؟ ده يا ستي انت قمر، بس زي ما تقولي كده يعني انا عندي معتقدات غير المعتقدات اللي عندك، فلو حصل علاقه ما بيننا هيحصل مشاكل وممكن تبقى فتنه طائفيه. من الاخر كده انا غير العالم اللي بره دي خالص، انا مختلف. مختلف؟ طيب مختلف. فهمت ايه دي؟ طب بقى بمناسبه الاختلاف بتاعك ده، ما تقول لهم يعني لو عايز حاجه. عاوز ايه؟ الله يخرب بيت قالك، هو انت هتجيبي لي مصيبه؟ يا ستي روحي نامي وخلاص. خش خش نامي لو سمحتي. الله يخرب بيتك، يعني هبقى مسيحي وشمال؟ انت مش عايزاهم يموتوني، انت عايزاهم يعملوا عليا تجارب. الراجل ده عايزنا لوحدي ولا عايزنا كلنا؟ لا عايزنا كلنا مع بعضينا طبعا. وعايز منا ايه؟ الظاهر ان ساعة الصفر خلاص حانت، اللحظة اللي ما استناها بقالي سنين. عارفين؟ لازم نبقى رجالة ونقتص من الكفار ونعلي من شأن بور عماد. بور عمين اللي مات؟ بور ايه يا هاني؟ بور بور عماد. لا هو قصده على المنطقة، الكفر اللي احنا فيه ده اسمه بور عماد. الكومباوند بور عماد. وبص يا هاني، أنا ملاحظ إن الأمير بيحبك انت عننا وبيحنوا عليك. ايه دي بقى مشكلتي، انه بيحنوا عليا انا، كل ما يقرب مني او يحنوا عليا انا جسمي بيقشعر. انا يا ريت يحنوا عليا انا. انا مش فاهم والله العظيم ازاي نمشي ورا بلاميطه زي دوت. الراجل اللي جوه ده يا جدعان انا ما بطيقوش والله العظيم، ما بحبش قعدته ولا بحب اقعد معاه. معلش يا سمير. معلش ايه بس؟ وخيبة ايه؟ مش عايز اروح له. نخش له بدل ما يبعت يجيبنا انا بالحرس. ربنا يستر يا عم، مش عايز اخش انا. خلاص بقى يلا يا سمير. يا ابو البراء يا اخي، هي دي محتاجه استشاره، ما رماش عليك السلام اقتله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الأمير، عمت صباحا يا مولاي. أهلا بالأمامير. أهلا بسمو الأمور. عاملين إيه مع مراتاتكم؟ فضل ونعمة، الجواز حلو قوي يا مولانا. وأنت أهاني، عامل إيه مع المجزة بتاعتك؟ أنا تعبها، تعبها جامد أنا.
مش مصدقك. والله يا سمو الامير احنا بفضل ونعمه من ساعه ما جينا هنا، ربنا يخليك لينا. عال عال منافق اسهل. نخش بقى في المفيد، احنا هنا في الولايه كلنا جنود. كلنا ايه؟ جنود. وكل جندي وليه وظيفه. ليه وظيفه؟ وبعد الفحص والتمحيص كلفتوا كل واحد فيكم بمهمه. الله اكبر ولله الحمد. انت يا سمير. ايوه سموك. هتبقى واحد من ضمن الحرس الخصوصي بتاعي. بس ده شرف كبير انا مش قده. بس تستاهلوا. المبارك يا سمير المبارك. مش ليه وانت اهاني. ايوه انت اهاني الحته الحلوه اللي هنا. بص بدا يحن اهو. هتبقى المستشار الثقافي بتاعي، يعني مساعد ولبس في نفس الوقت. انا ما عنديش مشاكل خالص ان انا اساعدك، بس البسك مش هينفع لان بعد كده هيبقى في توابع وتقول لي قلعني يا هاني. بلاش. ما تخافش اهاني مش هتعبك. وانا بماذا سوف تكلفني؟ انت الحماس كله، انت الرجوله. بيبو واجه نفسك بالحقيقه. اين المجد؟ اين الحلم؟ أين رفع راية برعمات؟